نعم أستاذي، بالنسبة لأعداد القتلى لحد هاللحظة أعداد القتلى في ازدياد، وما زلنا في تسجيل جديد إلى أعداد قتلى، حيث بلغ أعداد القتلى إلى تاريخ هذه اللحظة إلى 6747، 4521 قتيل قتلوا جراء الزلزال اللي خاضع في مناطقنا، بينما بلغ عدد القتلى اللي خاضعين لسيطرة الحكومة إلى 2226 شخص، بينما أعداد القتلى الذي تم إدخالهم من تركيا حتى تاريخ اللحظة بلغ أكثر من 1800 شخص، بينما في تركيا بلغ عدد القتلى إلى 43556 شخص. ولحد تاريخ اللحظة إذا بننتبه إنه الزلزال لحد هلا الهزات الارتدادية ما عم توقف، ووضع الإنساني حاليا في حالة تفاقم والذعر من الأهالي موجود بشكل كبير، وخصوصا بعد الهزة الأخيرة اللي صابت المنطقة. أستاذ محمد، حاليا كيف هي الصورة في مدينة إدلب؟ عمليات الإنقاذ، المساعدات الإنسانية؟ نعم، في تحديث الوضع الإنساني في شمال غرب سوريا لحد تاريخ هذه اللحظة، الأعداد النازحين موثقين يبلغ أكثر من 181,943 نسمة. المراكز الإيواء عددها 201 مركز، مراكزها راح تكون في محافظة إدلب وريفها وريف حلب الشمالي، حيث أكثر من 13,572 عائلة متضمنين 74,633 نسمة، علما أن الأعداد متغيرة بشكل دوري نتيجة حركة النازحين. فأعداد المنازل المدمرة حاليا وصل إلى 1243 منزل، مع وجود منازل متصدعة ما يقارب 10,700 منزل، وتجاوز عدد المتضررين من الزلزال في المنطقة 934,843 نسمة، وتشمل المتضررين والنازحين والمجتمعات المضيفة، ومن المتوقع ازدياد عدد المتضررين خلال الفترة القادمة، وخصوصا بحالة الذعر اللي صارت نتيجة الزلزال الأخير. هل هناك أمل بالعثور على ناجين تحت الإنقاذ بعد أكثر من أسبوعين على الكارثة؟ مع الأسف فرق الإنقاذ لحد الآن شغالين على الأرض، ولكن الأمل ضعيف جدا. طبعا نأمل أنه نستطيع أن نعثر على ناجين، بس ولكن الأمل ضعيف جدا بهذا الخصوص. ماذا عن المساعدات ولكن ما الإنسانية؟ زال نعم، نعم، ماذا عن المساعدات الإنسانية والأممية؟ لتاريخ هذه اللحظة سجل عدد شاحنات اللي هي 196 شاحنة دخلت من معبر باب السلامة وباب الهوى، مع استمرار توقف حركة معبر الراعي على الرغم من الموافقات بدخول المساعدات الأممية عبر المعبر المذكور. شكرا جزيلا محمد ديب غادري، الناشط الإنساني بالداخل السوري، على هذه المداخلة. كنت معنا مباشرة من مدينة إدلب السورية.